لا شك أنه الواقع الإقليمي متشابك ومعقد جدا. منشوف وزير خارجية الإمارات مثلا بدمشق واستقبال حار له، منشوف ولي عهد أبو ظبي بتركيا فجأة، منشوف السعودية والإمارات ودول أخرى تسحب سفراء، يمنع التأشيرات وما إلى ذلك. منلاحظ أنه المحادثات التركية مع مصر توقفت فجأة بعد ما كان بدأت وكان في هناك أمال لاستعادة العلاقات بين البلدين. بالواقع بهاللحظة هذه بيجي وزير الخارجية التركي إلى بيروت قادما من طهران. بالواقع التفكيك الزيارة وتوقيت الزيارة يحتاج برأيي إلى أن نتوقف عند ثلاثة سياقات. تفضل. السياق الأول هو السياق العام، ويتصل بالمجمل العام للسياسة التركية الخارجية في المنطقة ومحيطها الإقليمي وفي العالم ككل. تركيا منلاحظ بعد وصول حزب العدالة والتنمية انتهجت سياسة انفتاح وانفلاش، تحولت لاحقا إلى سياسات توسعية في الدول القريبة منها، انطلاقا من أنه هذه كانت جزء من الإمبراطورية العثمانية، ولكن تعدت النطاق الجغرافي لهذا الماضي العثماني لتطال وتشمل دول أخرى. إذا نطلع بالمنظر العام هلأ، منلاحظ أنه مثلا على الصعيد العسكري فقط، السياسي بنجي له بعد شوي، هناك مثلا قواعد عسكرية تركية، وهذا شيء يعني غير مسبوق بسياسات تركيا الخارجية أنه يكون عندها قواعد عسكرية. يعني قبل حزب العدالة والتنمية ما كان لها أي قاعدة عسكرية ولا بأي محل، سوى أنه كان في احتلال النصف الشمالي من قبرص، وهذا موضوع يعني مختلف عن السياسات العامة اللي حصلت فيما بعد. عندنا مثلا قاعدة بالصومال، عندنا قاعدة قواعد عسكرية، قاعدة عسكرية بقطر، في قاعدة عم تهيئ الآن بجيبوتي، في قاعدة بألبانيا، قاعدة بحرية تركية بألبانيا. عندنا وجود عسكري تركي يتخطى القواعد إلا ما نسميه الاحتلال. هناك احتلال تركي لشمال سوريا، احتلال وقواعد مشتركة بشمال العراق. وعندنا أيضا وجود البعض يصفه بالاحتلال، بعض الآخر لا، تركي عسكري مؤثر بليبيا، خصوصا بالمنطقة الغربية من ليبيا. وفي تمدد طبعاً. إلى خلينا نقول الزنار حوالي روسيا، وصولا إلى نذكر كمان التدخل التركي اللي صار بأثناء الحرب بأذربيجان في ناغورنو-كاراباخ. هذا له كمان أبعاد، بإطار أنه في مشاركات تركية بقوى تابعة للأمم المتحدة أو متعددة الجنسيات. بمعنى أن هناك في مثل هذا المشاركة التركية بلبنان، عندنا مليون إيفيل، في مشاركة تركية بأكثر من دولة خارجية، بكوسوفا، في بالبوسنة، بأفريقيا الوسطى، بمالي، قوات الأمم المتحدة موجودة، تركيا مشاركة بهذه القوات، بالقوقاز خليط، تدخل التركي هناك خليط. ولكن هو ايضا بشراكه مع روسيا، انه في قوات تركيه بمركز المراقبه المشترك اللي عملته روسيا داخل اذربيجان وليس داخل كرباء او بارمينيا. اذا هذا على الصعيد العسكري، بنلاحظ انه في انفلاش تركي واضح بالمحيط الاقليمي والابعد من المحيط الاقليمي لتركيا. اما على البعد على الصعيد السياسي ايضا في هناك انفلاش وانتشار تركي، يعني بنلاحظ اولا بدا بمصر في الشيل، رجع مؤخرا بالمغرب، رغم انه حزب العدالة والتنمية هو اللي كان يعني قاد ووقع التطبيع مع اسرائيل، لكن تلقى هزيمه ماحقه بالانتخابات النيابيه بتونس، وهو موالي لحزب العدالة والتنمية بتركيا. بتونس مؤخرا ايضا حركه النهضه المؤيده لتركيا تشهد انكفاء. اذا تركيا كان عندها محاولات، ولكن نجح بالسودان، كان عندها نفوذ سياسي ان كان بمصر او تونس او بالمغرب. لكن بالسودان نلاحظ انه رئيس الحكومه المعزول او المعتقل حمدوك، ما بعرف وين هلا، عبد الله حمدوك، هو اقرب الى المحور التركي القطري، يعني هو معتقل، يعني هو مستهدف، وبالتالي النفوذ التركي السياسي بالسودان كمان مستهدف.
يعني فينا نقول انه تلقي الضربه حتى الان على الاقل تركيا بالسودان لصالح المحور السعودي الاماراتي. اذا بسياق هذه السياسات الانفتاحيه والانفلاسيه والتوسعيه التركيه، تركيا تحاول ان يكون لها موطئ قدم اينما امكن لها ذلك. ووزير الخارجيه السابق اللي هلا معارض رجب طيب اردوغان وكرئيس الحكومه ورئيس الحزب، يعني ل 2014 كان هو واردوغان معا يدا بيد، احمد داوودوغلو بيقول نحن حيث يكون هناك علم فرنسي في اي دوله خصوصا بافريقيا سيجد قبالته على علما تركيا. فاذا وهيدا عم بجربوا يعني باطار هذه السياسه تركيا عم بتحاول، حاولت باليمن يبدو مش ضابطه معها، الان تجد لبنان هو احدى هذه المحطات، مجرد محطه من هذه المحطات تحاول. بس بلبنان الفرق بلبنان ما بتاسس من الصفر. بلبنان ما عم بتاسس من الصفر لان هناك جو عام خلينا نقول وان كان محدودا في لبنان هو مؤيد لتركيا، وحتى لو قلنا انه الغالبيه اليوم تركيا وقت اللي بدها تخرق بالقاعده السنيه عمليا. حتى اذا قلنا ان القاعده السنيه في لبنان اليوم هي مياله اكثر الى الغطاء السعودي والى الخليج وما الى ذلك، ولكن هناك خلينا نقول نواه او اساس ليفتح المجال لتركيا. هذا البعد السياسي من هذه الزياره أنا حاطه بالسياق الثالث. السياق الثاني حمر لي على السريع، أنا لا نجي لا مش جوهر الموضوع، لكن اللي يمكن يحظى باهتمام أكبر من الرأي العام، الشالة السياسية والدهاليز السياسية والزواريب السياسية، اللي هو إنه رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي له علاقات جيدة مع رجب طيب أردوغان تقريبا، وسعد الحريري كمان كان له علاقات جيدة مع أردوغان، وهناك علاقات قديمة قبل ما يصير رئيس حكومة من جامعات وثقافة توأمات ثقافية، في علاقات ثقافية بين مركز العزم وجامعة العزم ومؤسسات تركية. حتى بتذكر أنا شخصيا شاركت بندوة وحوار شارك فيها مسؤولان كبيران بحزب العدالة والتنمية بطرابلس بمركز العزم وما إلى ذلك. إذا في العلاقات بين الطرفين علاقات قديمة، وفي دعوة لرئيس ميقاتي لزيارة تركيا يعني بالضبط. فعندما إجا رئيس الحكومة، إجا ميقاتي رئيسا للحكومة، وجد تركيا بهذا ووضع خطة للإصلاح المالي، الإصلاح الاقتصادي، لمشاريع كهرباء، بناء معامل، لإعادة إعمار مرفأ بيروت وما إلى ذلك. نتذكر أنه تركيا دغري إجت بعد الانفجار المرفأ كرد على زيارة ماكرون وجانب الرئيس التركي، لكن هلا في خطط وفي مشاريع. فتركيا كذلك ايضا تبحث من خلال انتشارها بالعالم وفلاشها الى القيام بمشاريع استثمارية. حكومة نجيب ميقاتي، العلاقات بين ميقاتي واردوغان والبرنامج اللي وضعته يشجع تركيا على ان تتلمس امكانات الدخول، تكون شريكي او تتبنى بعض هذه المشاريع ويكون لها حصة بهذه الكعكة بعد الانهيار المالي وبعد انفجار المرفأ.